بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت آخر الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء فإن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة من أجل الوصول بالعملية الانتخابية إلى أفضل صورة صادقة ومعبرة عن إرادة الشعب العراقي. وأشار البيان إلى أن الكاظمي وبلاسخارت استعرضا أيضا ملف النازحين وآخر الجهود المبذولة من أجل تأمين عودتهم الطوعية إلى مناطق سكنهم الأصلية، إضافة إلى سير تنفيذ برامج مكافحة التطرف وأهدافها بما يؤمن بيئة وطنية آمنة مستدامة لا مجال لعودة الإرهاب فيها بعد اندحاره.